أعزائي طلاب وطالبات دارسي مقر الرياضيات 4، مرحبا بكم في المحاضرة الثامنة. في هذه المحاضرة سوف نتكلم عن الطريقة الثالثة لحل النظام الخطي باستخدام طريقة معكوس مصفوفة المعاملات Solving the system of linear equations using inverse. تتلخص هذه الطريقة كما هو مبين أمامكم في 4 خطوات. الخطوة الأولى هي كتابة نظام الخطي على شكل مصفوفات، هذه مصفوفة المعاملات، وهنا مصفوفة المتغيرات، وهذه مصفوفة النوافذ. بعدها نكتب مصفوفة المعاملات لوحدها، نوجد معكوسها، وأخيرا نطبق القاعدة. المتغيرات في الطرف الأيسر، في الطرف الأيمن نضرب مصفوفة المعكوس في مصفوفة النوافذ. في المثال التالي solve the system of equations using the inverse، حل النظام الخطي باستخدام المعكوس. بداية نكتب مصفوفة المعاملات 315 2 minus 1 4 1 3 minus 2، فكتبناها. مصفوفة المعاملات لابد أن نوجد المحدد، لأنه إذا كان محددها موجود معناته لها معكوس، إذا كان المحدد 0 ليس لها معكوس، فما فيش داعي، إذا كان المحدد 0 ما في داعي أدور على معكوس، ما فيش معكوس. الآن نأتي إلى الخطوة، هنا المحدد يساوي 13، فإذا لها معكوس، فنوجد المعكوس باستخدام الطرق الماضية اللي مرت علينا بأي طريقة كانت. هذا هو معكوس مصفوفة المعاملات يساوي 1 over 13 minus 10 8 7 17 minus 11 minus 8 9 minus 2 y. نأتي إلى الخطوة الأخيرة وهي تطبيق النظرية. المتغيرات تساوي المعكوس مصفوفة المعكوس في مصفوفة النواتج، هذه النواتج 7 3 1، فهذا المعكوس هنا وهذه النواتج هنا، تم عملية الضرب فكان الناتج يساوي ضرب مصفوفات اعتيادي سالب 3 6 4. إذا قيمة الإكس بسالب 3 الأولى للإكس، وقيمة الواي الثانية 6، وقيمة الزد الثالثة 4. مثال آخر solve the system of equations by inverse، حل هذا النظام باستخدام المعكوس. بداية نكتب مصفوفة المعاملات 311 2 minus 1 minus 1 133، كتبناه في هذا المكان. خطوة ثانية نوجد محدد هذه المصفوفة، ومحدد هذه المصفوفة كان الناتج يساوي 0، فهنا لاحظ المحدد 0، إذا لا يمكن الحل باستخدام المعكوس، بمعنى لا يمكن إيجاد معكوس هذه المصفوفة، ولذلك لا يمكن حل النظام باستخدام المعكوس. يمكن حل النظام بطريقة أخرى. بعض النظريات والتعريف الهامة. بداية لاحظ معي أي مصفوفة تنضرب في مصفوفة الوحدة يكون الناتج نفسها، مصفوفة في مصفوفة الوحدة الناتج نفسها. أي مصفوفة تنضرب في معكوسها الناتج هو مصفوفة الوحدة. مدور المصفوفة لما أخذ له مدور مرة أخرى سيكون نفسها. هنا تعريف آخر سكوير ماتريكس is called symmetric matrix if and only if A transpose is equal A. أي معنى هنا أي مصفوفة مربعة تكون متماثلة إذا كانت مدورة يساوي نفسها، وهنا أي مصفوفة مربعة تسمى شبه متماثلة إذا كان مدورها يساوي المصفوفة الأصلية مضروبة في إشارة سالبة. نظرية هنا يقول معكوس المصفوفة A موجود ويكون وحيد، المعكوس دائما وحيد، لا يمكن مصفوفة لها اثنين معكوس. إذا كان المحدد ليست صفر المعكوس موجود، إذا كان المحدد زيرو لا يوجد معكوس. إذا كانت الـ A والـ B هي نون سنجلرس ماتريكس، اثنين من المصفوفات التي لها معكوس، فإن معكوس الـ A تأخذ معكوس للمعكوس فيكون الناتج نفسها الـ A نفسها. إذا كان حاصل ضرب الـ A في الـ B معكوس فإن الناتج يساوي B أولا معكوس الـ B في معكوس الـ A بعدها. AT اللي هي مدور الـ A معكوس سيكون نفسه لما تدور المعكوس نفسه. الأخير نظرية the inverse of the matrix if exists is unique، أيضا إذا كان المصفوف إذا كان المعكوس موجود فإنه وحيد. أيضا من الملاحظات الهامة معكوس المصفوفة القطرية سهلة جدا، بمعنى لا يحتاج منك استخدام أي نظرية من النظريات السابقة أو أي طريقة من الطرق السابقة. فإذا كانت المصفوفة قطرية فإن معكوسها هو فقط أنه يتم وضع العنصر الأول هذا في المقام، والعنصر الثاني للقطر في المقام، والعنصر الثالث للقطر في المقام، يعني تقليبها فقط. أيضا إذا كانت الـ A قطرية
إذا أردت أن توجد الـ A في الـ A أو الـ A في الـ A في الـ A أو الـ A في الـ A 4 مرات ضربها في بعضها، فإن هذا بنفس الموضوع كأنك تضرب العنصر الأول في القطر الأول في عدد المرات في نفسه، والعنصر الثاني والعنصر الثالث. معكوس مصفوفة الوحدة هو نفسها. هذه ملاحظات مهمة جدا، يجب الطالب أن يأخذها في عين من الأمثلة على ذلك. لتكن A it's equal 300060005، هي مصفوفة قطرية. شو المطلوب؟ معكوسها. رقم واحد المعكوس. المعكوس بسهولة جدا هو عبارة عن كل عنصر من عناصر هذه المصفوفة يتم قلبه. فهنا 3 كانت فقلبناها 1/3، هنا كانت 6 قلبناها 1/6، هنا كانت 5 قلبناها 1/5. بسهولة جدا يمكن للطالب إيجاد المعكوس المصفوفة القطرية. بقية العناصر على المطلوب الثاني، is there a lot of inverse of a matrix، بمعنى هل هناك أكثر من معكوس لهذه المصفوفة؟ تكلمنا سابقا قلنا المعكوس يكون وحيد، فقلنا no there is only one inverse، لا يوجد فقط معكوس واحد. المطلوب الثالث يريد معكوس المعكوس. أيضا من ضمن الملاحظات قلنا أن معكوس المعكوس يساوي المصفوفة نفسها، فكتبنا هو المصفوفة نفسها. رقم 4 هنا مطلوب المصفوفة إيه مضروبة في نفسها 3 مرات. أيضا من ضمن الملاحظات السابقة والنظريات قلنا إذا كانت المصفوفة قطرية فإن إذا كانت مطلوب مضروب في نفسها 3 مرات، بمعنى كل عنصر من عناصر القطر الرئيسي يتم ضربه في نفسه 3 مرات. فالعنصر الأول في القطر الرئيسي كان 3 فضربناه في نفسها 3 مرات، والعنصر الثاني كان 6 ضربناه 3 مرات، والعنصر الأخير كان 5 ضربناه 3 مرات، فكانت النتيجة 27 216 125. المطلوب الخامس مصفوفة الوحدة، ما هو معكوسها؟ طبعا قلنا دائما نفسها. مدور المصفوفة إذا كانت قطرية المدور نفسها. فسؤال هنا، هل هذه المصفوفة سيمتريك مصفوفة متماثلة؟ نعم. السبب لأن مدور المصفوفة يساوي نفسها. يرجى من جميع الطلاب حل المسألة التالية وهي بنفس أسلوب المسألة السابقة، مصفوفة قطرية المطلوب إيجاد معكوسها، والسؤال هل لها معكوس آخر ومعكوس المعكوس، والA مضروبة في نفسها 3 مرات، ومعكوس مصفوفة الوحدة والترانسبوس، والسؤال هل المصفوفة سيمتريك أو لا.